صرنا دافعين 150 ليرة فوق الراتب تبعي. حبيبي طول بالك، شده وبتزول، شو عليه؟ آخ، اجتني أنا مصيبة يا ربي. عدنان ولو قول الحمد لله على كل حال. ايه ونعم بالله. ياخد إجازة؟ ايه تعبان كتير، ما له قدران يتحرك. يا مدام لازم يكشف عليه دكتور المصلحة، هو بيقرر يا بيعطي إجازة يا ما بيعطي. شبن حسين كأنك مالك مصدقني، هي وصلتي مخبر التحليل هون حتى شوف التحليل، إذا مالك مصدق ما له قدران يتحرك وصلته على البيت وجيت دغري لهون. يا أختي والله مصدقك بس هذا الأصول، لا تحرجيني. وقع لهون. الأصول أصلا لو في أصول بيجي هو ورفقاتي وبشقوا علي، بعدين بجيب معه دكتور المصلحة. تعال حبيبي، أنا برأيي تنزل بكرة أنت على الوظيفة وتشوف الدكتور. بكرة شو بكرة؟ بكرة التلاتة. إيه التلاتة بيكون دكتور المصلحة موجود. يو ليش ما بيداوم كل يوم؟ لا لا بيداوم بس أحد وتلاتة، بعدين كل دائرة حكومية الموظفين بيحكموا مرضتهم على جاي الدكتور، نحن بنحكمها على الأحد والتلاتة. دخلك بركي واحد مرض يوم الخميس؟ بيستنى للأحد أو التلاتة. خد اشرب لك كاسة مي، أخذت الدواء؟ ما بعرف ما عم اتذكر شيء. قولي نتر شفتي الأسانسير شو بنته؟ تضربوا انتوا هالأسانسير ايه؟ وين؟ خود شو الطبالة؟ انت انت بدك تصيري تفهمي، هي الطبالة هي الطبابة. ايه يعني دكتورة ما فوت عند دكتورة. مو دكتورة دكتور، دكتور صغير كمان مدري شلون جايبينه بالواسطة يمكن. وفي حدا؟ تعي تعال انشق على الشباب. خير خير ان شاء الله، شو في؟ ما في شيء يا ابو خليل، شوية هيك ارباكات معوية. لا معافى ان شاء الله، معافى. الله يعافيك يا رب. وين الدكتور ابو خليل ما اجى اليوم؟ لا اجى الدكتور الصبح وطلع على الطابق الرابع، في عنده شوية شغل فوق بالطابق الرابع. بيطول؟ لا ما بيطول، من 10 دقائق احط لهم الشاي. حاكم عزمت الانسجيان على اكلة فول. فول بالطابق الرابع؟ الطابق الرابع. بالطابق الرابع، روح 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 اندهله اندهله عن جد، لانه كثير تعبان انا مالي حسنا اروح لعنده. روح اي ماله نافوخي، بس سوينا كشوب كيس للزورات، هي كثير منيحه للتلبكات المعويه. مالي حسنا. اجى اجى الدكتور. اهلين دكتور. اهلين دكتور. عن جد صغير؟ لا لا بالوسط. شو الظاهر اخي موظف عنا؟ ايه دكتور انا عدنان عزمي، موظف بالشؤون الاداريه. اهلا وسهلا، تفضلوا استريحوا. حطيني على القريب، على القريب هذا القريب. الو مرحبا، وديتوا لي الاكلات على البيت؟ حلال علي، دخيل عينك حبيبي، سخنين اكيد. ماشي ما بتاخر انا. خلص وبيجي، يعطيك العافية. آه. يا أخ عدنان شو عم تشكي هلا؟ والله يا دكتور معدتي كلها كادة ما توجعني. حاسس حالي ممغوص وما عم بقدر حوص. حاسس حالي معدتي مثل الحجار وما بو عندي جار. شو ساوي وشو كمان؟ يعني دكتور أنت أكبر قدر بالمختصر معه كتام. ما عم بطلع يعني. بسيطة بسيطة، أكيد أكل برد ومخبص الأكل، شرف ما. آخ يا دكتور. عم تحكي؟ على مهلك على مهلك. على مهلك حبيبي. آخ، سطح. سطح. آخ يا دكتور، حقيقة يا دكتور، نحن امبارح رحنا عند دكتور سامي. إيه عرفته. وقال لي ايه قال له انه هو شاكك، يعني انه يكون معه عقد مصران دكتور. ايه دكتور، وطلب منا شوية صور وشوية تحاليل، والصور ليكن مع مدامتي برا. ايه ليكن معي دكتور. ايه وكيف فحصك على ايكو لكم؟ ايكو ما كان هنيك، فحصنا على القلب. ايه يعني حط الآلة على بطنه ومشاها وبعدين هي صارت تصفر دكتور. نعم دكتور، بيب 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 صارت تزمر الآلة. فدكتور يعني نحن الحقيقة عم نلف وندور كثير، نحن جايين لعندك يعني طمعانين منك باجازه. ايه الله يخليك دكتور، اعطينا اجازه. يعني عن جد يا جماعه ما بعرف شو بدي لكم. شو بدك تقول دكتور؟ يعني انت شايف عدنان عن جد هو مريض ما عم يتمرض مثل باقي الموظفين؟ يا اختي انا كان بودي اخدمكم، بس المدير منبه علي انه ما اعطي اجازات مرضيه لحدا. لك هلا المدير شايفها. الله يخليك. ايه يا استي ما عارف شو بدي اسوي لكم. يلا بس يلا خليه يساوي اللي بده اياه. بكتب لك اجازه. يا عيني عليك شرك.